قال لي انا يعني بالقرعه البعثه السوريه هي بتغسل الكعبه هذا العام، فكل سنه بتغسلها بعثه بالقرعه. فالبعثه رشحتني، قلت له كرمال الله تدعي لاردوغان. والله قلت له انا هيك بصيت. وبعدين قلت له ادعي ليه؟ لانه في حرب على تركيا، تركيا تنهض. تنهض بايش؟ بالامانه، الامانه اللي قلت هلا، الامانه اللي ضاعت انتبهنا. ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه. الرويبضه، الرويبضه يعني شرح النبي صلى الله عليه وسلم، هي الرويبضه تصغير، يعني تصغير دابه، يعني هي يعني حشره صغيره صغيره، يعني اذا انت ما اكدت فيها بتدوسيها تحت حذائك وما بتنتبهي كثر ما هي صغيره. هذا بيصير بيتلمع، بيصير بالاعلام، بيطلع بالجزيره، بيطلع بالعربيه، بيطلع بالاقنيه الفضائيه وفرانس بريس والسي ان ان والما بعرف شو والبي بي سي البريطاني، شغله طويله عريضه. لك مينها؟ لك مين هذاك؟ ما بيعرف الألف من المصطيجة. انتبهنا. النبي صلى الله عليه وسلم شرح الرويبضة، قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا من ضياع الأمان. لما نجيب الرجل التافه بنقول له تكلم في أمر الأمة. الآن اللي عم يساوي الدستور مين هدول؟ نحن مشكلتنا الدستور، لما مشكلتنا اللي داس على الدستور. سألوه الله يذكره بالخير، هذا شو اسمه هذا اللي ببريطانيا، قال له نحن، قال له مشكلتك مع مين؟ قال له مشكلتي مع الحمار. قال له ليش؟ قال له لأنه أكل الدستور. مو في هي غربة أو ضيعة تشرين أو كذا. قال له جيب الحمار. قال له الحمار بالسجن يا سيدي، ياسر العظمة. قال له ليش بالسجن؟ قال له لأنه أكل الدستور. قال له أكل الدستور. فهي المشكلة مع مين؟ يعني المشكلة إنه هدول إذا بيدوسوا على كل دستور في الدنيا بإرهابهم، فالمشكلة مو هي بصناعة الدستور، ومع ذلك هذا الدستور لن يكون لصالح الأمة. يعني نحن عندنا الدين دولة الإسلام، سيلغى هذا وسيلغى غيره، حتى تصير تركيبة ومؤامرة. الدستور بحد ذاته مؤامرة، وهدول الناس ليسوا أمناء، انتبهنا، أو أكثرهم على الأقل ليس أميناً، والباقي لا حول له ولا قوة. إذن الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، فإذا بده يتكلم بأمر العامة بده يحط دستور لأمه. وفي رواية الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. أيضاً وفي الحديث الذي يرويه لنا الإمام مسلم في صحيحه أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملوني. شوفوا الحديث ما أحلاه. سيدنا أبو ذر كان رجل ضعيف، كان رجل صالح طبعا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بنفس الوقت كان رجلا ضعيفا، ضعيف يعني شخصيته مو قوية. طبعا هذا ما بيضر يعني، لكن اللي بيضر إمتى؟ أني أنا حطه بمكان واحد لازم تكون شخصيته قوية. فقال له شاف أنه النبي صلى الله عليه وسلم عم فلان قائد جيش الفلاني، فلان قائد الغزوة الفلانية، فلان فلان فلان، إيه وفلان راعى اليمن معاذ بن جبل وغيره، وسيدنا أبو ذر كثير من الصحابة توزعوا إلا أبو ذر ما حدا عم يطلع فيه. قام بعدين تحركش بالنبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما بيقولوا بالعامية نحن، قال له ألا تستعملوني، ما تستعملني بشي مكانك، يعني ما عم يبحث عن منصب بس لا بده يشارك بخدمة دينه. قال فضرب، هيك عم يقول سيدنا أبو ذر، فضرب بيده على منكبي، حط إيده هون، فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر، شوفوا الحديث، إنك رجل ضعيف وإنها أمانة. أنت ضعيف وهي أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. يا جماعة أنا لما بشوف واحد مثل السيسي أو مثل طاغية الشام بشار، يعني فرعون مصر السيسي أو طاغية الشام بشار أو من كان على شاكلتهما، وبلاقيه يعني ماسك أمة أو ماسك شعب أو ماسك يا رطيف، وقعد فكروا أنه هذا بينحسد. حقيقة ما بينحسد. أنا مرة كنت بمصر، هيك إجاني خاطر، كنت بشارع رمسيس،
معروف شارع رمسيس بالقاهرة، شارع رمسيس شارع طويل كتير يعني. اي نعم. وفي بناء 43 في ناري فيلم يعني شركة لحسن يوسف بعد ما الله هداه يعني للبرامج الإسلامية مثل الشيخ فولي شعرابي وغيره. فواقف أنا لقيت الناس زحمة 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 بأعداد كبيرة واقفين على الموقف، أعداد كبيرة كتير. قلت يا الله، لك كل واحد بينسأل عن عيلته إلا حسني مبارك، كانت أيام حسني مبارك بينسأل عن 70-80 مليون زلمة. والله واقف يا صاحبي أنا هيك، والله حديث نفس هذا، هذا الكلام من شي 15 سنة عم أقول أنا هيك بيني وبين نفسي الله أكبر. يعني أنا عم فكر بالوقفة بين إيدين الله، هذا قديش بده ينسأل عن هالأمة هاي، يعني عن كل كبرة، عن كل سرقة، عن كل عدم تربية، عن كل مناهج فاسدة، عن كل إيديولوجيا بتنتشر في بلاد المسلمين، عن كل فكر سيء، عن 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 كل هالمصايب هاي، عن كل مثل ما بيقولوا. مثل مبارح هذا واحد قالوا له أعطينا، عم يدور هدول اللي بيفتشوا مشان الحجز بالقطار، قال له الشاب قال له أعطيني الحجز، قال له ما معي، ما معه مصاري، قام مسكه هو ماشي القطار زدته لبرا، زدته لبرا فمات الشاب. يعني بتستاهل هلا مقطع قطار. بتعرفوا انه هون بتركيا مصر، بتعرفوا انه هون بتركيا اذا واحد ما معه يعني محهم هن نسبة سماح، محهم نسبة سماح، يعني اذا قدر ظرفه بيتركه بيمشي، اما يزدته يعني هاي قد مثل هاي، هاي مثل هاي. هذا الكلام قلت امبارح، ايه ايه شاب مصري، هذا الكلام قلت امبارح. شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا ابو ذر؟ قال فضرب بيده على منكبه، حط ايده على منكبه على الكتف، ثم قال يا ابا ذر انك ضعيف. لاحظوا اذا واحد بتعرف انه هي ما لها خرج هالشغله لا تقرب، انه اماني، انك رجل ضعيف، انك ضعيف، ما قال له انك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزيون وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إذن أمانة. هدول يلي بيحكموا يعني نحسدهم لم أم نرسي لحالهم؟ نرسي لحالهم، خاصة في هذا الزمان الذي ضاعت فيه الأمانة. لهذا أشفقت السماوات والأرض والجبال من حمل هذه الأمانة، وما تجرأ عليها إلا الإنسان، ثم لما حملها خان الأمانة إلا من رحم الله. يعني السماوات والأرض والجبال قديش عمرها؟ إذا الأرض عمرها سنوات، عمرها ملايين السنوات، فهي عمرها ملايين السنوات، وإذا لسه في آلاف السنوات معناتها عمر الجبال طويل. عمر الإنسان قد ايه؟ 60-70. السماوات والأرض والجبال يلي عمره ملايين السنين عمره طويل أشفقت، والإنسان اللي عمره قصير تجرأ واقتحم هذا الغمار، ألا يدل هذا على جهل الإنسان؟ هي هلا هون كاتب انا، ومن الامانه انك اذا دعيت الى افتاء او قضاء، بيني وبين الحج التميم، ان تتاخر وان تفسح الطريق لمن هو اهل. انت موجوده وفي واحد اعلم منك بالفقه، اساله فلانه لو بتعرف، هي من الامانه، فلانه متخصصه بالفقه انتبهنا، في وحده بالتجويد احسن من وحده، خلي هي تدرس. يعني هي القضيه مو تنافس على الدنيا. أما إذا فلان حلقتها ما كفت نفتح حلقة تانية، هذا موضوع تاني انتبهنا. لكن إذا أنا اجتمعت أنا وأستاذي الشيخ كريم، هو الشيخ قراء، وسئلت في مسألة ولو كنت أعرف جوابها أحيلها إلى شيخ القراء، مسألة بالقراءات، مسألة بالقرآن انتبهنا، ويمكن
أن أفتي بحضرته بإذنه. وهذا ورد أن ستنا عائشة أفتت في حضرة رسول الله، فقالوا يجوز أن يفتي المفضول في حضرة الفاضل اللي هو أفضل منه، بجوز أنه يفتي إذا علم رضاه. لكن نحن عم نحكي، نحن ما عم نقول حرام، نحن عم نقول من الأمانة. انتبهنا؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عن المنافق قال آية المنافق سلام، شو قال؟ إذا أتمنى إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أتمنى خان. في روايتين يعني، في والمهم نحن بالنسبة للأمانة، وإذا أتمنى خان. يا أخي فلانة أنا مالي، يعني واحد انسجن وموجود ببلد غربة، وصل لي، بيقول له وصل لي زوجتي لبلدها، بيقول له لواحد من أصدقائه، بس وصل أركاب معها بالطيارة كذا، يوم هذاك بيستغل الظرف وبيمشيها بطريقة وبيعتدي عليها أو هذا مو يسمى الخيانة. أنا عم بجيب أمثلة من الواقع قد ما بقدر، لأنه هذا يعني هذا من الخيانة. وإذا أتمنى خان، الخيانة وضياع الأمانة ليست في المال. أنا هلأ قلت في المال، في العلم، في المنصب، في الفتوى، في العرض، في كل شيء عامة، في الدين كله، كله هي أمانة. الطبخ بالمطاعم يعني خبصوا. طيب معناته نحن هلأ شو عم نقول؟ نحن عم نقول أنه الموضوع الأمانة فعلا تحقق في زماننا، لكن اللي حيصير في الزمن القادم انه سيشتد اكثر. الامانه ضاعت، لكن وهناك امانه الذي يعني ينتظرنا انه كلما امتد الزمان يقل عدد الامناء ويزداد عدد الخونه. انتبهنا؟ نسال الله عز وجل العفو والعافيه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كمان الآن في ذهاب الأمانة. على فكرة راح الدرس كله على الأمانة، مهم، بس كله أنا ذكرت جمعت كل ما أستطيع جمعه من الأحاديث النبوية الصحيحة في ذهاب الأمانة. فيما يرويه لنا الشيخان في صحيحيهما، فيما يرويه لنا الشيخان في صحيحيهما، الشيخان في صحيحيهما، الإمام البخاري باب رفع الأمانة 6497، ومسلم باب رفع الأمانة، يعني نفس الباب موجود عند البخاري وعند مسلم، باب رفع الأمانة. لكن الإمام مسلم باب رفع الإيمان، الأمانة والإيمان. البخاري عنوان باب رفع الأمانة من طريق حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. سيدنا حذيفة بن اليمان تعرفون هو يعني أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول أنه حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام حديثين، أما أحدهما رآه وأما الآخر فهو ينتظر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، يعني هاي القلب الإيمان. شلون إحنا لما بنزرع النبتة بنزرعها في مكان في التربة، تربة الأمانة قلوب الرجال المؤمنون، قلوب الرجال المؤمنين. نعم. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، نزل القرآن على قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، يعني تعلموا، ثم علموا من السنة. هاي في البداية. في آخر الزمان قال ينام الرجل نومة. أنا بتمنى تكتبوا هذا الحديث، كثير مهم، لأنه هذا حديث
باب رفع الأمانة عند البخاري ومسلم، بس مسلم رفع الأمانة والإيمان. حدثنا أن سؤال سيدنا حذيفة قال حدثنا رسول الله، نعيد الحديث مشان تسجلوه وتحفظوه كمان إن شاء الله تعالى. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. كذبنا؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال.